يعني يمكن هي تكون دعوة، بس يعني أجا لانتباهي المرأة الكنعانية لما أجت للرب يسوع عم تصرخ، عم تصرخ للرب يسوع، كان في موانع إنه تمنع، يعني إنه تقترب إلى يسوع المسيح. حتى كلام يسوع في البداية كان يمكن غير مشجع، لكن استمرت متمسكة في الرب يسوع. كان عندها مشكلة، والمشكلة هي بنتها، وأجت من أجل مشكلة بنتها، وما سكتتش إلا ما رجعت باستجابة الصلاة، أخذت من الرب يسوع اللي هي أجت من أجله. شوف اخ نزار، مع احترامي طبعا لكل الرجاله، ما عندهمش هذا الاصرار. الست في طبيعتها، في تكويننا احنا بنصر مش بنزن، يعني سبع مش بتلح، بنزن. بتلح كتير الست. بتلح كتير طبعا، مره دي مش بتبقى حاجه حلوه، لكن انا قصدي هي زي ما الكتاب بيقول في امثال 31، تتامل حقلا من بعيد، بتبص عندها نظره، انا عايزه ابني يكون ايه، عايزه بنتي تكون ايه، عايزه جوزي يوصل فين، عايزه الشغل يروح فين، عايزه البيزنس، فيبقى عندها دايما نظره، سهل تبقى عندها نظره مستقبليه. مش لازم تبقى حد في الليدرشيب او التريننج، لكن بطبيعتها بتبص لقدام. فبدليل ان هي بتعمل ايه؟ بتبص البنطلون ده قصير، لازم نشتري واحد غيره. الاكل ده مش هيكفي، لازم نعمل اكتر. فدايما عندها نظره. الولد ده شاطر في الرياضه، لازم نبعته يلعب بكوره او في الموسيقى. او البنت دي ممكن في المذاكره كويسه، حطها في جامعه احسن. فهي دايما عندها هذا البعد، فده بيخليها بتصر. وكمان بقول انه عقل المرأة مشربك، عارف يعني سوفيستيكيتد، يعني الراجل طبيعي خلص بيجي على البيت يمكن بيفتح الريموت كنترول، جهاز التحكم، بيحضر، لكن المرأة ممكن تحضر لكنه عم تعمل 100 شغلة، يعني راسها بتحرك في كل الاتجاهات. وبيطلعوا كلهم صح برضو. مظبوط. يعني تطبخ وترد على التليفون وتذاكر لابنها وتخطط للانترفيو بتاع بكره او ده، وتعرف تعمل كل ده. لكن تهالي في الاخر محتاجه حد بقى يقول لها برافو عليكي. واي ثينك الراجل تقدير. اي ثينك الراجل اللي يعمل كده لمراته يبقى راجل محترم وراجل كمان ذكي، لان هو الحقيقه بيحافظ على البني ادم اللي عامل اتزان في البيت. فلما انا احافظ على مراتي اللي هي عامله اتزان، انا ذكي، انا بعمل للمستقبل.